انا كنت فاقد الامل النهار الاول ملي شفت هذه المبادره هذه بحال اللي حيت من الاول. انا سميتي حافظ البهجة، عمري 32 سنه، انا ساكن في مدينه فاس حي راس الماء. باش كنت صغير كنت كنعرف عادي، وصلت للثامنه خرجت من المدرسه، من قاطعت من المدرسه كنت كنخدم في اي جامعة، الخدمات في النوار، كنت كنخدم في البناء، كنخدم في اي حاجه، خدمت في الفيرمات غير باش نبرع على طرف الخبز وصافي. كانت عندي مسؤولية شوية على راسي وعلى الدار، كل عام كنبغي ندير تكوين. كانت عندي الظروف شوية ناقصة ماديا ومعنويا، حيت خصك ما خصكش تخدم، خاص اللي يصرف عليك. عام وانت كتقرا خص الترونسبور، خص اللي يعطيك فلوس كل نهار، ما كاينش اللي يدعمني ويعاونني باش ندير تكوين. بقات كل عام كل عام وبقات هكا، حتى واحد النهار جات مفاجأة ولقيت المبادرة ديال بني والحياة ديال لافارج هولسين ماروك. حسيت بواحد الفرحة، صافي مشيت ديريكت عندهم، صافي تسجلت معاهم وعجبتني القراية ولقيت فيها راحتي وعطيتها واحد أهمية كبيرة. بعد مني قرينا وسالينا هاد التكوين شديت الشهادة، ومن بعد سلموا لي الادوات كاملين ديال اللي غادي نحتاجهم في الخدمه ديالي. دابا وليت كنفكر ندوز كونكورات، ودوزت واحد منهم، وليت كنفكر نخدم في خدامي كبار في شركات كبارين. كنت كنحلم براسي كنت انا نخدم شي شركه كبيره وكنت تخلص مزيان، يكون مثلا عندي الخدام شي خدموا عندي، خدموا معايا وخدموا كاملين. دابا نقدر نقول بديت كنبني حياتي.